أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا فإني نسيت الحوت وما
وما واتخذ سبيله في البحر عجبا
أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا بعدها فلا تصاب
وبينك سأنبئك
بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
صدق الله العظيم.